سيداتي آنساتي وسادتي، المشموم تيست. علاقتكم في توتر، علاقتكم غير واضحة مع الشخص الذي تحبونه. ديروا الماش ممتاز ممكن 0530 300 300 0530 300 300. إيمان. ألو يا ماما، أخبارك؟ كل شيء بخير؟ الله بخير، بس عليك الحمد لله. بوجه ربيع عبد العالي. أنا بعد فرحانة حيث هدرت معكم اليوم. بوجه فرحانين ونفرحوا إن شاء الله فاش الماش ممتاز يصدق وكل شيء دوز بخير إن شاء الله. هذه عامين وانتي مع عبد العالي، هذه 15 يوم تبدل عليك بحال كاين شي حاجه في حياته، وانتي شاكه بان كاين شي حاجه في حياته. وي كنحكي بحال كيهضر مع شي بنت اخرى هذه الايام، اللي كنقول له هضرت معها ديجا في هذا السوجي، قال لي انه ما كاين حتى شي واحد غير كيعجب لك الله ديك الهضره. صافي اللي دخلناني اصلا نشكون، اللي كنكون انا ويا اوفا كيدير التليفون موداجيو باش يركز معاك، باش تكون هضره معاك، باش كل دقيقة وكل ثانية يكون مركز معك، داكشي اللي كتقولي مع الهضرة ديالك، باش ما يضيع حتى شي حاجة، باش ما يخلي حتى شي فتاتة. حتى شي حاجة ما تظهر. أونلاين ولا ماشي أونلاين؟ ديما أونلاين، أون لينيا. كيفوا كيكون أونلاين كنكون كنهضر معاه وكيتبقى باش كيجاوب. دابا إيمان، دابا حيت الواحد أونلاين مجبر أنه يجاوب في الواتساب. لا ماشي قادي شي مجبر انه يجاوب في الواتساب، مي كتشوف الواحد صفتيلو الميساج بنص ساعة ولا بعشرة دقايق وهو اونلاين وكيشوف الميساج ديالك وما كيجاوب، كنملا في بلاصة أخرى. أولا هادشي اللي الواحد كي هذا غير شوف، هذا الواحد كيقل مع راسو صافي، هذا غير شكل وسواس اللي كيدير هادشي. داكشي هادشي علاش بغيت انا نقطع عليا ونعرف شنو فيهم. واخا امتى اخر مرة تلاقيت معها ايمان؟ دابا هو كونجي، طلع ما تلاقيناش دابا شي امو. وانتما في نفس المدينه؟ لا دابا هو في سارودانت وانا في الرباط. واخا داكشي علاش. وكتلاقاو بزاف؟ شويه ماشي بزاف بزاف. هو كيهضر معاك على الزواج هو؟ جبت معايا لو سوجي با مال دو فوا، مي انا كنقول له مازال كان مازال ما كنفكرش دابا في الزواج. واخا انت مازال ما كتفكريش في الزواج انت ياك؟ واخا يكون خير، انا عيطو نجربو عبد العالي، غادي نعيطو عليه نقول ليه بحمانه مشون الورد غادي يسمعوا لي ما يصيفطوش، يصيفطو لك انت يا ايمان. ثلاث شروط مهمه جدا في المشوم تيست، المشوم تيست هو التيست، يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، يقدر يعزك انت ما يعزكش انت، الا ما يعزكش انت غير بلاتي احسن، وثالثا خصك لا بد تهضري معاه في الاخر باش ما كان سواء انا عزك ولا ما عزكش. متفقين؟ داكور داكور. عيطو عيطو. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ كيداير بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. نقدم لك راسي. مرحبا. معك فاتي من شركة ورود المغرب. احنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود، وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعة صغيرة. مبروك عليك سيدي، راك انتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلا تقدر تهدي الحبيبة الخطيبة ولا الزوجة ديالك لما تبغي تعطيه. ما عنديش اختي حبيبي، ما عنديش صاحبتي، ما عنديش. سيليباتير؟ سيليباتير اختي. انا ما عنديش، انا ما عنديش ما عنديش ما عنديش. عبد العالي يا خويا، اخبارك؟ كلشي بخير؟ معك مومو، عرفتيني مومو. مرحبا. كلشي بخير؟ صح لاباس؟ كلشي مزيان الحمد لله. خويا الله يحفظك، راك معنا في الماش ممتاز تاع عبد العالي. كاين واحد السيده اللي عيطتنا باش نعيطوك باش نجربوك، حيت هي بالنسبه لها عندها علاقه معك. شكون هي؟ دابا الا فقت اخي مورا سميتو، الا فقت من الناس ما هي اللي يهضر. لا ماشي قادي ما فيك تهضر، غنهضر قبل تهضر معنا. لا دابا دويت معاك من قبيله. من قبيله تهضر مع السيده اللي معايا، فهمتيني؟ دابا نحل عينيا. مرحبا. لا انت ندوزك السيده اللي معايا قبل ندوز لك، هضري معاه اخويا. الو الو الو، وي وي علي، فين ايمان؟ صافا صافا. عرفتي بعدا دابا ايمان؟ ياه عرفتك انت. مزيان مزيان الحمد لله. صافي سي بون، داكشي اللي كنت باغي وصلت لي. صافي شكرا. مرحبا عبد العالي. لا خويا مو، علاش ما عزلتيهاش؟ نعم؟ علاش ما عزلتيش ايمان فاش قلنا؟ لا حيت يلاه فقت من الناس داكشي علاش، فهمتي؟ راه الفيق من الناس ما عندوش شي علاقه مع السيده، زعما قلت لك نفس الاسباب ونفس الشيء. نحل عينيا، فهمتيني؟ عبد العالي فاش كنفيقوا من الناس ما كنساوش، ما كنساوش في عمل حنايا. داكور فهمتيني؟ فاش كتفيق من الناس ما كنساوش العلاقه اللي عندك في الحياه. علاش؟ لا عادي. لا ما تفق من عاصم صالح، لا ما كاينش عادي. الليله كنت اصلا ماشي انت غير في هذوك الايام نجاوب، لا غادي نجاوب يا شيخ.
المهم ما نزيدوش نطولوا في هذه اللحظه اللي كدير قلق. نو ستريس. المهم واخا عبد العالي شكرا بزاف اخويا. شكرا لك. شكرا اخويا. مرحبا خاي. مرحبا. شكرا اخويا الله يعاونك. الله يعاونك اخويا. وشو ايمان. يا ماما انا صدمني انا. ياك زاده. انا صدمني. هاني سي با غاف مزيان نيت باش كل واحد يدير ماتخو فا. كدا؟ وي سيغ سيغتان 100%. واخا شكرا لك بزاف ايمان. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. انت بخير كتحسب راسك مزيان دابا. صافا الحمد لله. انت واش كنتي كتوقعي اكثر انه يعزك ولا ما يعزكش؟ انا كنت كنتوقع من خلال كاع واش يجاوب. واخا يعني ما وصلتيش انه تقولي واش غادي يعزني ما يعزنيش. الله يسهل لك الامور ايمان. شكرا لك. امين امين. ميرسي بوكو. شكرا. دير معنا الماش ممتاز 05 30 300 305 30 300.